منورانا، وانت كما كنعرفوك ملكه جمال، وكنعرفوك كذلك انت زميله حيت مقدمه برامج وسي وعارضه ازياء وممثله. باش بديتي وباش كملتي؟ الله يكبر بك ايمان، شكرا بزاف. باش بديت وباش كملت هي جاوا مع بعضياتهم. دوزت الكاستينغ ديال ملكه جمال الاطلس، ومن بعد تقترح عليا باش ندير واحد الدور في واحد المسلسل امازيغي. وفاش تهزيت في الكاستينغ الاولاني ديال ملكه جمال الاطلس، مشيت كنصور المسلسل. يعني بديت بالمسلسل، ومن بعد وسط المسلسل جيت نكمل الفينال ديال ملكه جمال. وجاب الله التيسير، يعني توفقت باش ناخذ اللقب، وميم طون كملت في التصوير ديال المسلسل. يعني جاو مع بعضياتهم. اختي اللي كيبيع لك الزهر في دوك القرايه، قول لي قول لي عطيني شويه انا واحد الانسان اللي كنبغي نجرب اي حاجه، وما كنبغي حتى شي حاجه اللي تخلعني ولا تكون عندي منها علامات استفهام. كنبغي ندير اي حاجه. تقديم البرامج جا صدفه. انا كان عندي كفكره في دماغي، كنقول زعما لو كان انني درت ديك التجربه يمكن غتكون مزيان، وفعلا ربي قال امين غتقول لي الزهر عاوتاني. انا ما قلتش انا صافي كتجي الفرصه كتطبقها ديك الشيء. سبحان الله جمعتوا عليها تخلينا غير بيناتنا حنا الجوج، باليا ما تكملش معهم الهضره. سبحان الله العظيم، بعض المرات كيوقعوا في الحياه انك كتفكري في واحد الفكره وربي كييسر لك فيها. انا شحال من حاجه كيقول لي في اللغه كيقول لي ما عرفناهوش. سبحان الله العظيم، لا سمح الله الرحيم. شو عليكم كنضحكوا معك. شحال من حاجه انا كنكونوا كنفكروا فيها وربي كييسر فيها. بيان سور ربي كييسر. وعيطوا لي باش ندوز كاستينغ ديال هذا، ومشيت جبتهم. بديت في الاول جاني شويه صعيب كتجربه اولى وهذا، ومن بعد دغيا قدرت نخدم على راسي والحمد لله. مشيت 3 سنين وانا كنقدم البرنامج، دونك مزيان. نعم نعم. وكممثله كتشوفي بانك شربتي المهنه كيف ما كيتقال، وصافي زعما تقدري انك تقدمي ادوار مختلفه ولا ادوار مركبه؟ انا قبل ما نبدا كاع في التمثيل، انا جيت من واحد المنطقه صغيره اللي هي مريرت، يعني اقليم خنيفره، وما كاين لا معاهد لا حتى شي حاجه فين غتكوني راسك. ولكن انا كان عندي داك حب ديال التمثيل والمسرح. بديت ملي كنت كنقرا في الليسي كندير مسرح، ملي طلعت للجامعه كذلك كندير المسرح. يعني كنت مطلوقه قبل في المسرح. من بعد فاش دخلت للتمثيل قدرت نعطي، يعني انا شي حاجه كنبغيها راه كنخدم على راسي. فخدمت على راسي يعني في هذا العامين الاخر، حسيت براسي انني بتجربه، الناس كيعاونوك، الممثلين اللي لقيت قدامي عاونوني، المخرجين كذلك اللي تعاملت معهم عاونوني. فحاليا كن زعما كنقول انني قادره ندير بزاف ديال الادوار. يعني راه درت واحد البركه، ومازال أن عندي بزاف ديال الأدوار اللي بغيت نديهم، وكنحس براسي غنعطي فيهم أكثر.